السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا الطلاب والطالبات في الصف الثالث الثانوي في قسمي العلمي والأدبي. Welcome to today's episode of English Language Lessons. This is Abdullah Faisal. مرحبا بكم في درس اليوم 5.12 Tracks in the Sand. هذا الدرس لطلاب القسم العلمي والأدبي. صفحة 40 في كتاب الطالب. درس قصير لكن نشرح أهمية هذا الدرس وكل ما يتعلق به مع إجابة الأسئلة في الكتاب الطالب. نبدأ على بركة الله. Tracks in the sand هنا يعني آثار على الرمل. طبعا الدرس هذا من أهدافه هو عبارة عن قصة حدثت في الصحراء، مطلوب محاولة صياغة هذه القصة بمساعدة هذه الصور كما تلاحظون. هنا حمد فيصل وصديقه تيم بروك، وهذه القصة كما تشاهدونها في الرسومات هنا بشكل تخيلي. هذا الدرس يعتبر تطبيق عملي أيضا لبعض القواعد التي تتعلق بالأفعال الناقصة للحديث عن الاحتمالات التي تحدثنا عنها كثيرا. Must have to عفوا must maybe might be could be هاي احتمالات، لكن must شيء مؤكد. من أهم الكلمات في هذا الدرس هي tracks اسم بمعنى آثار، sand رمل اسم أيضا، introduction مقدمة أيضا اسم، beginning بداية اسم أيضا، story اسم بمعنى قصة، national adjective صفة بمعنى شيء وطني، oil company شركة نفط، fly flew flown يطير طار، هذا الفعل من الأفعال الشاذة، انتبهوا له جيدا. الماضي flew flown التصريف الثالث، ارجعوا إلى الأفعال الشاذة واحفظوها جيدا. plenty الكثير من، stupid غبي بمعنى صفة بمعنى غبي، the nearest الأقرب. نبدأ الآن بشرح هذا الدرس. Tracks in the sand آثار على الرمل. Read the short story introduction and look at the pictures. They tell the beginning of a story. Workbook activities A to C in lessons 5.11 and 5.12 will help you write the story Tracks in the Sand. هنا المطلوب قراءة مقدمة القصة، المقصود بها هذه مقدمة القصة هنا في كتاب الطالب، والنظر إلى الصور، هذه الصور تلاحظون، و طبعا هذه بداية القصة هي مهمة، والصور كما ستساعد التمارين ألف وجيم في كتاب الواجب سنتطرق لها أيضا، ستساعدك على كتابة هذه القصة من خلال الصور والأحداث. إذا ما هي مقدمة هذه القصة؟ حمد فيصل and Tim Brook work for the National Oil Company. They often fly across the desert to the oil fields one afternoon إلى آخره. هنا بداية القصة تقول أن حمد فيصل وصديقه تيم بروك كما تشاهدون هذه الصورة لهم يعملون في أحد شركات النفط الوطنية، وعادة يتنقلون بالطائرة فوق الصحراء للذهاب إلى زيارة آبار النفط. في أحد الأيام بعد الظهر حدثت هذه القصة كما تلاحظون هنا بعض المحادثات سنترجمها ستساعدكم أيضا في فهم القصة. Look over there انظر هناك. They still had plenty of petrol لا يزال لديهم الكثير من البترول في السيارة المقصود هنا. No problem with water لا مشكلة مع الماء. هنا يتحدثون عندما نزلوا من الطائرة أصبحوا يبحثون السيارة وما فيها لمعرفة السبب الذي جعل
أهلها يتركونها ويغادرون. بعد أن تركوا آثارهم على الأرض. Stupid people, أناس أغبياء. What could have happened? هنا تنطبق القاعدة التي درسناها. Could have التصريف الثالث. ما الذي يمكن أن يكون قد حدث؟ The nearest road is 25 kilometers away. Come on. أقرب طريق من هنا تبعد 25 مترا كيلومترا. يا إلهي، يعني مسافة بعيدة من هنا إلى أقرب طريق، يعني أين ذهبوا؟ أين ممكن أن يكون أصحاب السيارة قد غادروا؟ إذن كانت هذه هي نهاية القصة. هنا كل شيء بما يتعلق بهذا الدرس، لكن هناك تفاصيل أخرى في صفحة 68 و 69 من كتاب الواجب. Exercise A. Here is the first part of the story. Look at the pictures and correct the sentences. هنا هذه هي بداية القصة. مطلوب النظر إلى الصور وتصحيح هذه الجمل. تصحيح الكلمات التي تحتها خط وفقا لهذه الصور. One afternoon, Tim and Hamad were flying to Mid-10 when Hamad saw something in the air. يعني أحد الأيام في فترة ما بعد الظهر كان تيم وصديقه فيصل حمد عفوا كانوا يحلقون الطائرة على حقل النفط رقم 10 عندما رأى حمد شيئا في الهواء. هنا قالوا في الهواء وليس في الهواء، رأوا شيئا على الأرض في السيارة. عندما كانوا في الجو رأوا شيئا على الأرض وليس في الجو. Number two. Look over there, he whispered. انظر هناك، هو همس. Whispered هو ليس لم يهمس، هو صاح أو صرخ. He shouted. Number three. It was a red car with its door closed. الذي رأوه كان عبارة عن سيارة حمراء وكانت أبوابها مغلقة، لم تكن مغلقة كما تشاهدون. The cars were open. The doors were open. Number four. Tim landed the helicopter on the car. هو حط بالطائرة على وهبط بالطائرة على السيارة. ولم يهبط على السيارة، هو هبط بالطائرة على الرمل أو على الأرض. أو بالقرب من السيارة. Near the car. بالقرب منها وليس على السيارة. Number five. Tim walked over to the car, got in, and turned on the radio. Tim مشى إلى السيارة ودخل إليها وقام بتشغيل الراديو. لا، هو لم يقم بتشغيل الراديو، هو قام بتشغيل كما تلاحظون مفتاح هنا، بمفتاح، قام بتدوير مفتاح التشغيل، ignition key، مفتاح التشغيل. Number six here. They still had plenty of petrol. Hamad said. لا يزال لديهم الكثير من البترول. حمد قال ذلك. وليس حمد الذي قال، الذي قال هو تيم. وتلاحظون في الصورة هنا. Number seven. Hamad opened the bonnet and took out a bottle of water. فتح حمد البونت. بونت يعني هذا الجزء من السيارة أو غطاء السيارة. And took out a bottle of water. أخذ قارورة من الماء. هو the boot and saw several bottles of water. ولم يأخذ قارورة، هو فتح بوت شنطة السيارة أو مؤخرة السيارة وليس البونت اللي هو مقدمة السيارة. وهو لم يأخذ قوارير الماء لكنه رآها. He saw several bottles of water كما تلاحظون، رأى عدة قوارير أو علب من الماء. Number eight. Some problem with the water, he said. هناك مشكلة في الماء، هو قال.
لا لم يكن هناك مشكلة، هو قال no problem with order. Number 9. Hammond pointed at three sets of footprints leading to the car. أشار حمد إلى ثلاثة خطوط من الآثار، من آثار الأقدام التي تؤدي إلى مكان السيارة، وليس ثلاثة، اثنان. Two leading away. Two. وأشار إلى اثنان. وهنا leading to the car لا تؤدي إلى السيارة، تؤدي إلى مكان بعيد عن السيارة. وفقط أشار إلى اثنان اللذان يؤديان إلى مسافة أبعد هنا، لم يشر إلى هذا الجزء الذي في الأيمن، وأشار إلى هذا الخط. Yes. Number 10. The nearest town is 25 kilometers away, he said. Come on. هو لم يقل the nearest town، هو قال the nearest road، أقرب طريق من هنا تبعد 25 كيلومترا من هنا. هو لم يقول أقرب بلدة، ولكن قال أقرب طريق، the nearest road. Number 11. They climbed back into the helicopter and drove off. صعدوا إلى علامة طائرة الهليكوبتر مرة أخرى وقاموا بسواقتها. Drive نستخدمها للسيارة فقط، لكن هنا نقول took off، يعني أقلعوا بالطائرة، بدل drove off took off. Number 12. They followed the tracks for several kilometers and then separated. هم تتبعوا الآثار لعدة كيلومترات وبعدها انفصلت. هنا not and then until the tracks separated، حتى انفصلت الآثار والخطوط. إذا كان هذا هو آخر شيء في هذا الدرس. أتمنى من خلال هذه التمارين أن تكونوا قد فهمتم هذه القصة والذي حدث فيها بين فيصل وصديقه تيم. تونا مراجعة الكلمات أيضا. Thank you very much my dear students. I wish you all the best. See you in another episode.